حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين المعلم عن عبد الله بن بريده ان عمران بن حسين وكان رجلا مبسورا وقال ابو معمر مره عن عمران قال سالت النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاه الرجل وهو قاعد فقال من صلى قائما فهو افضل ومن صلى قاعدا فله نصف اجر القائم ومن صلى نائما فله نصف اجر القاعد قال ابو عبد الله نائما عندي مضطجعا هاهنا